السلام عليكم، أنا محمد غنايم. سنتكلم إياكم حول فلسفة الأكل. يعني من منا لا يحب الطعام، ولكن من الحب ما قتل. ذلك اليوم أثناء تناول الطعام مع أحد زملائي، لاحظت أنه يأكل بسرعة وبطريقة انشغالية جدا، يمسك هاتفه بيد ويتصفحه باليد الأخرى يأكل، وهذا الأمر تكرر لديه في كل مرة أجلس معه بها. فقلت له مرة: هل أنت مستمتع بالطعام؟ قال: ماذا؟ قلت: هل أنت تتلذذ بطعامك؟ قال: لا أعتقد أنني آكل أساسا من كثرة انشغاله. بينما على الطرف الآخر زميل آخر، كلما جلست وتناولت الطعام معه أجده في كل لقمة يتناولها يقول: لذيذة. شتان بينهما. فهذا الأمر فتح باب التفكير والتفكر لدي حول موضوع فلسفة الأكل، أو بمعنى آخر كيف أتلذذ في طعامي، أو كيف يكون الطعام سببا في سعادتي لا شقائي، سواء من ناحية صحية أو نفسية. فالطعام متع من متع الدنيا، حتى أن الله سبحانه وتعالى فصل به في القرآن الكريم ووصف بعض الأطعمة والأشربة بطريقة تجعله تتلذذ وأنت تقرأها. مثلا قال تعالى: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لبنا خالصا سائغا للشاربين. قال تعالى: أنهار من عسل مصفى. قال تعالى: ماء غير آس. لذلك لا بد لنا أن نعرف كيف نتحكم بهذه النعمة التي أنعم الله بها علينا. الطعام، لو سألتك الآن سؤال بسيط ومنطقي، أين يبدأ هضم الطعام؟ ستقول أعتقد في المعدة أو الأمعاء. صحيح؟ لا، بل يبدأ أو تبدأ عملية الهضم قبل أن تأكل أساسا. تخيل، تبدأ عند النظر للطعام. وضع الأكل أمامك، من الطبيعي أو الشخص الطبيعي ينظر للأكل قبل أن يأكله أو يشمه أثناء إعداده. مثلا تكون جالس قريب من المطبخ ورائحة الطعام منبعثة من هناك، هذا الأمر في جسدك يفعل عصب يسمى الفاغوس، الذي بدوره يقوم بتفعيل خلايا تسمى الباريتال في المعدة، التي بدورها تقوم ببدء إفراز الحمض. أي بمعنى آخر أن عملية الهضم تكون قد بدأت بالفعل قبل أن تأكل حتى. لذلك تجد الجائع إذا نظر للطعام زاد جوعه، وذلك كما قلنا بسبب أن المعدة بالفعل قد بدأت بإفراز الحمض اللازم لعملية الهضم. بينما الأشخاص الذين تجدهم يأكلون بسرعة دون التمعن في الطعام، سواء لانشغالهم أو لعادة سيئة لديهم، تجدهم يأكلون بسرعة وبشراهة، وبالتالي المعدة لا تبدأ إفراز الحمض إلا عند وصول الطعام إليها، لا قبله كما يحدث بالنسبة إذا تمعنت في الطعام. هذا الأمر يسبب لهم مشاكل في الهضم، سواء من عسر الهضم أو يسبب لهم مشاكل في الوزن. تجد بعض الأشخاص إذا أكل كمية قليلة من الطعام أصبح تخين، وذلك يعود إلى أن الجهاز الهضمي لم يهيأ قبل تناول الطعام. ثم نحن كمسلمين إذا تمعنت في السنة النبوية، تجدنا قبل أن نأكل نسمي الله وننظر للطعام ونستذكر نعمة الله سبحانه وتعالى علينا ثم نأكل. هكذا نكون قد حققنا المرحلة الأولى من تهيئة الجهاز الهضمي، ويكون الحمض بالفعل قد أفرز في المعدة، وبالتالي الصحة الجسدية. يعني ملخص النقطة الأولى باختصار: قبل أن تأكل انظر للطعام وسمي الله ثم توكل على الله وكل. طيب، الآن أنت قمت بالنظر للطعام وسميت الله وهيئت جهازك الهضمي ثم بدأت بالأكل. تعرفون المعدة تقسم تشريحيا إلى ثلاثة أقسام. القسم الثالث هو المسؤول عن الامتصاص، وهذا القسم يرتبط بالأمعاء ويوجد بينهما مضخة. هذه المضخة تعمل على نقل الطعام من المعدة إلى الأمعاء ولا تسمح بعودته. فالآن كلما تناولت طعاما أكثر، كلما امتلأت المعدة أكثر، كلما زاد عمل المضخة وقل الامتصاص. لذلك النقطة الثانية ملخصها أن تأكل بروية ولا تكثر في الطعام، يعني كل إلى المرحلة التي لا تصل بها إلى الشبع التام. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث. والله هذه القاعدة الثلاثية لو طبقها الناس الآن في عصرنا الحالي لم احتاجوا لأي من أخصائي الحمية الغذائية. وهذه القاعدة كانت تطبق في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي من السنة، لذلك احرص عليها. صراحة خلال تفكيري في فلسفة الطعام وجدت أمورا كثيرة يمكن أن أشاركها إياكم، سواء من نواحي طبية علمية أو من نواحي دينية أو سنن للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنني لم أرغب في التوسع في هذا الموضوع حتى لا أشتتك، وأردت أن يبقى في عقلك قاعدتان فقط، هما أن تهيئ جهازك الهضمي قبل الأكل وأن تسمي الله وأن تأكل حتى لا تشبع، هكذا تحافظ على صحة جسدية. وأنا أعلم أنك تحتاج هذا الموضوع قبل الدخول إلى شهر رمضان، اللهم أعنا به على عبادتك. فتذكر هذا الموضوع، وفي النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا أعجبكم الفيديو لا أريد إعجاب، أريد فقط. ودمتم في أمان الله.